السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عنكم. سيبوكم من اشكالنا والعطش ورمضان، معليش برا غبره. جربنا معاكم الباروديز والسكتشات، التقديم، نسأل الناس والاسك، واليوم حنجرب حتسافروا معانا لنيويورك. العزيز برا صح؟ اوه نشوفكم في نيويورك. اللي ما يعرف ترى احنا نعزف بيانو صح عبد الله؟ جو السلام عليكم، الحمد لله وصلنا لنيويورك، واحنا دحين حاليا في شيء اسمه سنترال بارك. سنترال بارك، احسب هايد بارك انا. سبحان الخالق. يلا عبد الله حط في الاديتنج نغمة اسلامية جو. الحياة كلمة. I love your dog. احلى تسليكة. والله صفت عبد الله. ما حنحط هذا في الفلوج. الجبهة. في الجبهة. تخيل عبد العزيز الحين هذا في السعودية. شوف ما احلى، شوف المباني كمان. بس تطالع وتقول سبحان الخالق. هلو. وريني نصور عشان نشك سبحان الخالق. ايش بهم بيطنشوني؟ في الجبهة للمرة الثانية. شوف المنظر. تعرفوا كيف احصنة اللي بجدة؟ اعتبروا بس جنب دولة. عبد الله حيقلد الاحصنة، يلا في حصان جنبك. يلا حنجرب ذا الحصان وان شاء الله ما اوسم مني. فهذه المبنى سووا هوم الون 2. Hotel was built in 1907. بالضبط. يقول في هذه المبنى تعيش فيها ليدي غاغا، فلن وصيكم بس روقوها. Hey. Have a good day. Nice meeting you. احنا دحين في مقر السعوديين. وين عبد الله؟ تايم سكوير. وسبايدر مان. واتس اب مان. الان احنا دحين في تايم سكوير. ما ادري ايش سوى بس برافو عليه. السلام عليكم، دحين عبد الله احنا في الحلقة معليش المسلمين. عليكم دحين عبد الله احنا فين؟ احنا ركبنا طيارة كم نص يوم تقريبا وجينا الى الصين. شايف زي ما تشوفوا كلهم هنا صينيين. كل اللي بصورهم امريكان. زي ما تشوفهم كلهم صينيين. احنا الحين مكان اسمه تشاينا تاون. تشاينا تاون عبارة عن الصين. حتشوفوا جاكي شان كثير هنا. سعوديين ضايعين في تشاينا تاون. الحقوني. احس هم ما عندهم احساس، ما عندهم مشاعر، يعني ما يبتسموا للواحد صح عبد الله؟ كأنك ابتسمت لي يوم. اشوف كيف هذا اشياء ناشفة. هلو. ما عبرتني. خلاص اخر مره في الجبهه. ايوه شوفها هنا خضروات، خضروات صينيه. هلا سسليكه. اوف طفشت منكم يا سام جين، مع السلامه. الناس ما يحبون في تشاينا تاون. والحمد لله على السلامه، اخذنا طياره ثانيه ورحنا لايطاليا اسمه ليتل ايتالي. هذا ليتل ايتالي جزء مصغر لايطاليا. فزي ما تشوفوا هنا ما حتلاقوا ولا ايطالي، الصين جو هنا. هذاك تشاينا تاون وهذا ليتل ايتالي جنبه. ايطاليا ايطاليا الصغير. صوص احمر. احنا سعودي ريبورت. ولسه احنا برضه في جزء ايطاليا واحد بيطالع فيها. هلو. هلو.
الآن عبد العزيز حيعلمكم كيف تعدوا بالإيطالي. أو نو دوس عبد العزيز تعال تعال هذا سبانيش. طب مو نفسه؟ أشوف تصاميم الطاولات حقتهم زي إيطاليا. شوف صورت الأقرع دوبي الأصل عصب الأصل عصب حمر حمر. شوف الكلب عبد الله في كلب اللي تحبه وين؟ الكلب يقعد وإحنا مو قاعدين. الله العظيم يا جدع. المكان اللي بعده ترارا را 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 أغنيتنا المفضلة How I wonder what you are. Thank you. قاعد يعزف لنا أغنية ويقول غنوا غنوا نقول ما نعرف الأغنية. أتريتو قال أنت وانت هنود؟ يا أهلا وسهلا دحين إحنا في قسم الزو فإحنا حنسوي لكم تور شوية يلا جو. مساكين فرحانين انه عندهم عندنا واحد بس بياكلوه كبسه ومنبطع على راسه ميت مستحيين القرود سبحان الله. هذا يا اخواني واخواتي ما يسمونه قرود الطايف وهذا ويز يا ويز هلا بالزين الله ويجو 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 خليه يفتح فمه شوف انا مدربهم شوف افتح افتح فمك اوبا شش لقينا حقيقي سبحان الله لا تمسك لا تمسك يعض احنا دحين في قسم الخرفان يعني بعضكم حيفهمني مزبوط يعني ايش هذه سجادة غرفتي صح اي والله من جد عبد الله دحين بياكل بس وهذه البقرة عزيز كيف انت؟ انت انت كنت وراي ايش وداك جوا؟ يا مشتاق ان شاء الله عجبتكم الفلوج ولا تنسوا تسوون الفولو وسبسكرايب لكل الاشياء ما يمديني اعددها عشان صاروا مليان يعني وسلام